عندما نعم تصدر إحصائية تتحدث نعم عن أن هناك حالة طلاق نعم كل 10 دقائق، هذه الإحصائية غير كاملة. أريد نستوضح نعم منك كمحامي أنت، ومر عليك كثير أكيد من حالات الطلاق، حدثني عن الفئات العمرية التي هي أكثر فئة تطلق، يعني اللي نسبتهم تحت سن 25، إيش قد نسبتهم في هذه الإحصائية إحصائيات الطلاق؟ حقيقة كإحصائيات طلاق نسبة المطلقين سواء كانوا ذكور أو إناث هم من مواليد الألفينات نسبة تتجاوز 80%. يعني بعدهم يعني صغار ما واحد شايفين شيء شاب من الدنيا، راح توه تزوج بلغت وخلف وهو أصلا لا عنده شغل ولا عمل. بالضبط بالضبط لا يوجد لا شغل ولا عمل، ولكن أحيانا حقيقة خلنا نحكيها والشعب هو يعرف. بعض الشباب اللي طالعين عن الطريق اكو مقولة عشارية يقول لك زوجة ويعقل، هذا الشيء مو صحيح. اليوم انت راح تظلمه، اضافة الى بعض الاطراف او بعض الشباب اللي يتعاطى المخدرات يقول لك زوجة على مود يعقل، هاي هنا مشكلة. الشاب والشابة يكون في بلوغهم، انا اللي اشوفه من الناحية القانونية حقيقة يتخرج من الجامعة ويكون له ثقافة ويحمل فكر ويحمل شهادة علمية تمكنه من إدارة بيته ومساعدة عائلته، ولكن اللي دنعاني حاليا شباب في مقتبل العمر ما يفهم يعني كله، يعني بعده في فترة المراهقة، وفترة المراهقة تكون فترة جدا خطرة، ويجيبه ويزوجه سواء كان ذكور أو إناث. هذا اللي عملته العشائر حقيقة، أولا يعتبر مخالف للقانون، حتى مجلس القضاء الأعلى قدم مقترح وقال خل نشرع قانون للحد من هاي الظاهرة اللي استفحلت بها العشائر والأعراف العشائرية وما وصلت إليها، يعني إلى هذه الحالة. نعم. ولكن هي حالات متراكمة وأزمات، يعني من أزمات السكن والاقتصاد والأمور الثقافية وحتى الاجتماعية، هاي كلها تؤدي إلى تفكيك البيت العراقي وارتفاع نسب الطلاق. اليوم إذن سيد محمد، يعني عذرا لضيق الوقت، يعني دخل. ابرز ما ذكرته نعم. بان معظم المطلقين سواء اناث او ذكور هم من اعمار، يعني من مواليد الالفينات وانت صاعد.